فتح باب التقدم للعمل كمدربين لتنفيذ أنشطة التوكاتسو بمدارس الحكومية. بدأت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية في تلقي طلبات التقدم لترشيح مدربين ومتابعين لتنفيذ أنشطة التوكاتسو بالمدارس الحكومية. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عن فتح باب الترشيح لمن يتوفر لديه الشروط من العاملين الحاصلين على مؤهل تربوي للعمل بالمدارس المصرية اليابانية بالإدارات التعليمية بشربين وبني عبيد وبالقاسم، مؤكدة أنه سيتم إرسال الأوراق المطلوبة لقسم التنسيق بالمديرية حتى موعد غلق باب التقديم في 21 ديسمبر الجاري.